البطاطس طيبين ومعايا هنا الجلاش. ومعايا هنا براحتك طاجن الجلاش معلقه سمنه معلقتين سمنه زي ما انت عايز. اين الثوم؟ معلقه ثوم مش هكتر عشان الناس اللي بتتعب من الثوم وتطلع ريحه الثوم عليك. مقادير البطاطس اللي بتطشى معانا على الهواء سهله جدا جدا وبسيطه سهله خالص. طيب هننزل بايه على التومه؟ على التوم ايه بقى؟ معايا فلفل حامي وفلفل اخضر وفلفل احمر مش اكتر من كده. واقلب يا ست الكل. في اسرع من كده طبق بطاطس؟ ولا اي اسرع ولا اي حاجه. تقلبتين وننزل بالبطاطس. شوف الفراخ طيب هنا بقى. هننزل بايه؟ هننزل بالبصل حبه بصل كده وهننزل بالسمنه في معدل المعلقتين كده. حلو كده انا حطيت على قطع الفراخ سمنه وبصل وريحه الفلفل هنا مش عايزه اقول لك يعني لو جيت وقفت هنا. لا ما هي واصله لي الموضوع هنا. صعب هي واصله لي الريحه بتيجي كده. بصي اسهل طبق بطاطس وشيك جدا وطعمه تحفه. بنقوم الصبح مش بنلاقي حاجه نفطر بيها بنقعد نفكر كتير ده فطاري حلو قوي ده على الفطار حلو جدا. هننزل بالتوابل بتاعتنا. خليها في التوابل احسن تتبل كده احسن. ادينا توابل فلفل. هننزل ببهارات الفراخ الشطه كده وملح توم بودر وبصل بودر اشرب عشان انا شنقت من الشطه. توم بودر وبصل بودر وفلفل اسمر وملح والبصله معانا على الفراخ اللي اديناها صدمه من غير اي ماده دهنيه خالص. ايوه نقلب بقى الشطه جامده جدا. الناس اللي بتحب الشطه طبعا الناس اللي ما بتقدرش على الشطه ما يا ريت ما تحبوش الشطه. انا بلاش حاجه اسمها شطه يعني بلاش منها خالص. بصوا الالوان بقى على البطاطس انا بيعجبني بقى الالوان. بصوا الالوان والشياكه في اخضر في احمر يا جماعه يعني الف هنا دي بتعمل شغل عالي. طلع ما حطيتش كتير لان وانا بسلق البطاطس ببقى حاطه ملح فانا ما حطيتش كتير. حبه كده توم باودر مش كتير وحبه بابريكا عشان تدي لون امر اللون بقى. وايه تاني؟ حبه فلفل اسود مع ان احنا مش محتاجين عشان الشطه بس يلا حبه صغيره خالص ولازم نكهه الفلفل الاسود. طبق البطاطس خلص معايا. في احلى من كده واسرع من كده؟ عايزين نقلب الفراخ بتاعت البطاطس. صح؟ هنا هننزل بفلفل الالوان. انا عايزه بروح في الاستوديو يعني انا عايزه اقول لك الشطه حاميه جدا. نوطي بقى دقيقه كده عليه. احنا بنسوي الفراخ شويه عشان لما تخش الفرن. الفرن ما بتاخدش 10 دقايق. تخش سوا يعني نبقى مسخنين الفرن قبلها. الفرن شغال اصلا مشغل. لون البابريكا بيعزز بس اللون برضو بيدي لون حلو. على ما جهز الطاجن ايوه بقى. بيكون استوى بقى معايا. معلش نروق بس. ايوه نشيل بقى كده. وهنا الفكره حلو يعني فكره الطواجن دي حلوه قوي. كل واحد ياخد طاجن جلاش كده مع نفسه. كل واحد مع نفسه ايوه. في حاجات بتخلص بسرعه. ايوه احلى طاجن على الفطار. الوانه كمان بصي تفتح النفس. هتاكلي بقى النهارده خلصت لك اول حاجه اهو. ثانيه طيب. هنعمل ايه؟ انا عايزه السمنه دي وعايزه دي. بتعملي لنا ايه دلوقتي بقى؟ دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب الطاجن
أيوة. ونحط فيه الجلاش وندهنه ونحط فيه الخلطة بتاعتنا. احنا عايزين بس نشيل نشيل الاطباق دي كده، امسح لك الاول قدامنا دي وطبق التقديم بقى نحطه هنا. ايوه كده الكاميرا تجيب بس الحلاوه دي. ايوه الله. يلا الفراخ معانا بتستوي اهو، فراخنا كده ونحط في الطاجن وخلاص. يقعد قد ايه بقى في الفرن؟ 10 دقايق. طب حلو جدا. مش اصلا لو الفرن سخن مش هياخد وقت، انا كل حاجه مستويه، انا بس عايزه ايه الجبنه الموزاريلا تسيح بس على الوش. بس كده خلصت. يلا بينا اهو بقى الطاجن اهو فاضي. جبت الطاجن فاضي معايا. ايه معايا؟ سمنه. هدهن كده عشان الجلاش بتاعي ما يلزقش. ده الشكل بتاعه يا جماعه. طيب جيب الجلاش بتاعك اهو، طري جدا. هنعمل ايه؟ ايوه هجيب واحده اهي ماشي، هما اتنين في بعض وهنزل كده. اتنين نزلت بيهم هنا. هعمل التانية نفس النظام على ما الفراخ تستوي معايا. بص كمان لونها، يعني الفلفل الالوان مع البابريكا بيدي لون جميل خالص وريحة اجمل. ناخد طبقتين ورقتين جلاش. انت هتشوفي حاجة تاني، احنا لسه ما خلصناش. ايوه اي حاجة جديدة هتلاقيها هنا. ناخد واحدة من هنا. انا عايزة اهم حاجة الطبقة اللي من تحت هي دي اللي تمسك عشان ما تتلسعش مني. انت عشان كده عمالة تحطي اللي تحت تبقى سميكة شوية. دي تبقى ماسكة نفسها شوية. ده شكلها يا جماعة. كده هعمل ايه بقى؟ ركزي معايا. هنزل الخلطه بتاعتي على الطبقه دي. تمام؟ اهو. خلي الولاد تاكل. تمام؟ هقفل هنا جبنه موزاريلا. اكتفينا كده؟ لسه. لسه. طبقة تاني. هذا طاجن بصي متكلف تكلفة تانية. ده شغل عالي قوي. وقفلي بقى. ادهن بس من فوق كده عشان الجلاش بتاعي يكون طري. طب احنا في العادي الجلاش بنحط عليه بقى لبن و لا ده ولا اي حاجه، ولا ده اي حاجه احنا كده خلصنا. يعني بنحط لبن وفي بيضه كده وملح. ايوه ده في الجلاش العادي، صينيه الجلاش ده بقى وجبنه من فوق كمان. ده ملاح الطاجن بتاع